اسيورونس اتلانتيك سود هو واحد المجموعه ديال وسيط التامين اللي متواجده في مدينه اكادير مراكش الدار البيضاء وطنجه. حنا مختصين يعني بشكل عام في المخاطر اللي متعلقه بالشركات، والمكتب ديال اكادير او البيرو ديال اكادير متلف بالمخاطر البحريه يعني اللي متعلقه بالبحر بلو كور دو بيش لا تيماغان ولو ترونسبور جميع انواعه. احنا مختصين في اكادير بالضبط، مختص في هذا القطاع هذا، لانه احنا تابعين لواحد الشركه اللي اصلا من بين لي زاكتيفيتي ديالها هو الصيد ولابيش، واختارينا باش نشاركوا هذا العام في اليوتيز 2019 لانه كيتماشى مع الاستراتيجيه ديالنا يعني ديال الاختصاص، وكذلك لان اليوتيز ولات واحد الملتقى عالمي كيتلاقاو فيه الحرفيين ديال الصيد والانشطه الموازيه ديال الصيد، كيتبادلوا فيه التجارب ديالهم، وهذه فرصه لنا حنايا باش نتلاقاو مع الزبناء ديالنا وباش نتلاقاو مع زبناء جداد، وكذلك المساهمه في النقاش الوطني اللي كيطرح كل عام. يعني هنا عندنا تجربه بانه كل عام كتجبد موضوع كذا، حنا هذه فرصه باش نتحنا نشاركوا فيه وندعموا نتحنا القطاع وندعموا السيروره ديال القطاع. وبهذه المناسبه هذه كنشكروا المنظمين السيد الوزير بفضلهم هذا الملتقى، يعني المعرض ولا عنده صيغه عالميه ولا حتى هو كينافس يعني المنتديات والمعارض الدوليه ديال الاختصاص. شكرا.